السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيا أيها القارئ مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا، هنيئا مريئا. ولذلك عليهما ملابس أنوار من التاج والقلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله الصفاة الملا. معكم سمير عبد الغني من قناة فري كورسز، ومع التنغيم في النون والميم المشددتين، ويعني قلت أطبق بالعمل على سورة القيامة، فهي بنا نفتح المصحف. النين والميم المشددتين هي النون والميم التي يكون عليها الحرف مضاعف، ثم إن علينا بيانه. وبما أنك أنت قارئ ومبتهل أو مبتهل أو تصلي بالناس، ينبغي أن تزين صوتك، فأنت مبلغا لكتاب الله عن رب الله، عن رب العزة سبحانه وتعالى. لك أن تصلي الآيات، الآية التي فيها حزن تجعل الناس يحزنون ويقشعرون، قرآن عربي غير ذي عوج، آيات الفرح تجعلهم يستبشرون من الله، آيات العذاب وآيات التهديد. استخدام النغمة الواحدة هذا يجعلها كأن القرآن كله حدث واحد، تمام؟ فالمدرسة المستعرضة التي تتنوع فيها المقامات الصوتية والنغم الصوتي بما لا يتعارض مع أحكام الدجوي، وهذا يعني خذها قاعدة، أي آية تطوعها بمقام ما فلا حاجة للقرآن لها، إنما نحن نطوع المقامات ونخضعها في تلاوة كتاب الله عز وجل. الزمن الغنى ثم إن، على حسب سرعة التلاوة أو إيقاع التلاوة، هناك التلاوة اللي هي البطيئة تحقيق، أو التلاوة اللي هي الحذر أو الترتيل. فعندما أقول لك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن، واضحة؟ عندما أقرأ ببطيء فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فأصبح الزمن وكأنك تمتلك أسك وتشده باليمين واليسار. طيب، التنغيم في الغنة هو ليس بالأمر العسير وليس بالأمر اليسير، ولكنه في بدء الأمر سيكون عليك عسير. فأنت عندما تقول ثم أو ثم، في بدء الأمر هيبقى صعب أنك تقول ثم كان، تمام؟ أو تقول مثلا قوله تعالى ثم إن، هتبدأ في الأول وأنت عندما تتنغم بها هتقول ثم إن، يبقى فضل الأول أمر صعب. طب التمرين التي تعينني على تقوية الأحبال الصوتية والعرب الصوتية، هي عرب ولكن عرب ليست ظاهرة، ثم تمام. هناك يسمى تمرين الميم، حرف الميم هم أو الهامينج، أنك تكتب صوتك والخروج والهواء يخرج من الأنف، تمام؟ فأقول مثلا ثم وأتقطع، أحاول أقطع ثم المسافات تكون متساوية، فما ينفع تقول ثم، لا، المسافات واضحة. ثم تبدأ على قرار، صعودا إلى الجواب، ما ينفع أنك تطلع مرة واحدة قرار لجواب، لا لا، لابد أن تمر على الوسط.
وهبوطا صعودا، تمام. فأتمنى أن تكون التمرين واضح. ويلا نبدأ نقول: ثم إن بالمقامات الثمانية صنع بسحرك الصاد. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أنا كيف قرأت إن ثم إن بمقام الصبا؟ ثم إن علينا بيانه. إنها وند. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فأنا قلت إزاي؟ ثم إن لها أكثر من شكل. ثم فينا عربتين بس مش واضحين. ثم إن علينا بيانه. طبعا أصحاب ثم إن اكتفي بالكتاب الذي تدرس فيه. اكتفي يا سيدي بالكتاب الذي تدرس فيه. هذا علم وأنا أعلمك علم، لا أطلب منك مالا ولا أطلب منك حتى ثناء ولا شكر. صنع العين. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. تمام. المقام العجم ثم إن علينا لها وهي العجب. العجب ليه أشكال كثيرة. يعني أنا ذكرت لك أهم الحاجتين. صنع بيت، صنع الباء لبيات. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا. في طبعا في عرب. ثم واضحه ان شاء الله. السين سين. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. وضحت. ثم تمام. سحر الحاء حجاز. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وضحت. ثم إن وضحت الغنتين. ثم إن علينا بيان الحاء الره رز. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا. وضحت هنا. ثم إن الر رص كاف كرد. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه.
وضحت هنا؟ ثم إن علينا بيانه. تمام، يعني ده هذا التدغين في النون والميم المشددتين، وأعتذر إذا كان هناك لفظا خارجا، لأن طبعا يعني بزعل لما حد يقول هذا يعني التمرينات والأسلوب في الأداء يعني لا يعني يقدح في الأداء ويقدح في هذا العلم، وهو أجهل من دبة، يعني هو أجهل من دبة. فأرجو من حضراتكم يعني التمسوا لي الأعذار ولا تبخلوا بترك تعليق، فمن يبخل فإنما يبخل على نفسه، ومن والله الغني وأنتم الفقراء. و يعني نقرأ مثلا وما تيسر للآية، نقرأ كده بالترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. طبعا تخطيط الراء مهم جدا، وأخر. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. طبعا تعرفين أنا بقلب مين أصحاب المدارس اللي هي الجميلة والتي أثرت فينا، ولكن بصراحة لما أجي أقرأ في 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 الصلاة ما أعرفش أثبت على، لازم أشكل ونوع. تمام، فنختم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. كرد حلو على فكرة. لا أقسم بيوم القيامة، ولا منهم بياتي بقى تشكيل عملت حلو، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. هنئ بعد الهوانك، كنت بقرأ صبر. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه.
الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت ولا في توصيل معلومة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم سمير عبد الغني من القاهرة.